السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب، كراكم بخير؟ على خير، مزيان، هانيين، صحتكم لاباس، كل شيء بخير. وداك المهم، مازال كنشكركم على الدعم ديالكم وكنشكركم على اللونجاجمون ديالكم معانا. المهم باش ما نطورش عليكم بزاف، نجيكم من الاخر. اليوم ان شاء الله يكون عندنا درس حول ليكيليبغاج. ليكيليبغاج دي غو، كنعرفوا بان اي حاجه كدور ولا اون روتاسيون الا تيخصها ليكيليبغاج. شنو هو ليكيليبغاج؟ ليكيليبغاج هو ملي كنديرو الموازنه. شنو كتعني الموازنه؟ هي نقادو الثقل ديال هذاك الحاجه اللي كدور. مثلا عندنا في الطوموبيل عندنا رويضه، عندنا ديسك الفران، عندنا فيلبروكان، عندنا فولو موتور، كاع هاد المسائل اللي كدور تيخصها ليكيليبراج. نهضروا اليوم على ليكيليبراج دي رو، ليكيليبراج ديال الروايد، كيفاش انيكيليبريهم. بحال ليكزامبل ديال هاد الفرفار، هاد الفرفار هادي حتى هي كدور. شنو تيخصها؟ تيخصها ليكيليبراج، يعني الثقل اللي يكون من هاد الجهه هو اللي غيكون من هاد الجهه، هو اللي غيكون من هاد الجهه، هو اللي غيكون من هاد الجهه، يعني الثقل ديالها غيكون كامل ديال كلها متساوي. متفقين؟ شنو لافونتاج ديال هذاك ليكيليبراج؟ لافونتاج ديال ليكيليبراج هو انه ما تيعطينيش واحد الفيبراسيون، واحد الترعاد. كنعرفوا اللي تيكون عنده مشكل في الكيليبراج هي كيوصل واحد الكيلومتراج تيولي عنده ترعاد، وكيولي عنده الفولون كترعد، تتولي الطوموبيل كامله كترعد، تيجي تشكل كليان تيقول لك ودي راه ملي كنوصل 80 كنحس بالطوموبيل ولات كتفيبري، كنحس بالطوموبيل ولات كترعد. ملي كنوصل 120، ملي كنوصل 60 كيلومتر، على حساب لو دوغري هذاك ديال الديزيكيليبر اللي كاين، على حساب شحال ديال الديزيكيليبر كاين عندك في الطوموبيل. الا كان عندك ديزيكيليبر كبير راه كيبان من فيتاس صغيره، كان عندك ديزيكيليبر صغيور راه كيبقى يبان حتى لفيتاس الكبارين. ملي تكون هاد الفرفره مثلا ني با ايكيليبري، شنو كيوقع؟ نقدر ندور هذه هنايا حتى لهاد الجهه، الا كانت ما ايكيليبرياش غتبقى ترجع تقول تقول تقول، يبقى يرجع حتى تعاود تهبط لبلاصتها. سكيفي الطر الرويده ملي كتبقى تدور، كتبقى تدور بواحد لافيتاس كثيره، اش بقى يدير؟ داك الثقل تبقى يهرب، تولي بحال اللي غيهدي يهرب ليكستيريور، تبقى يدير بحال الرويده كتبقى تنقص طان 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 طان، داكشي هو تيعطي لو الفيبراسيون في الطوموبيل. ما تزابيوش، خليكم معنا، نمشيو دابا للمراحل ديال ليكيليبراج سور ماشين. شباب، فوالا لاباراي ديكيليبراج او لا ماشين ديكيليبراج. كنلاحظوا في ليكرون ديالها il contient deux écrans concernant le côté intérieur et le côté extérieur de la jante. Le côté extérieur à gauche, à droite plutôt, et le côté intérieur est à gauche. Et on constate qu'il y a des flèches, le bouton entrée pour entrer les informations concernant la jante. On a l'arbre de rotation qui permet la rotation de roue. Malgré cette machine, elle est ancienne, mais elle donne beaucoup de précision au équilibrage. La première étape du nettoyage de la jante et pneus. Quand c'est propre, la première chose qu'on nettoie le pneu, on enlève de lui cette pousse ou cette pierre de sable qui sont présentes dans lui. علاش؟ لانهم هذوك اصلا غيعطيونا دي زيرور ويعطيونا دي زيكيليبر فلا غو. خصنا ضروري نحيدوهم باش ما نصعبوش علينا الماموريه ديال ليكيليبراج. اون فوا تمشي عند مول ليكيليبراج وبغي داك ليكيليبراج، ضروري خصو ينقي البنو، هو الاولاني يحيد منو هذاك الحجيرات اللي تيكونوا فيه، وينقي ايضا لا جونت حتى هي، يحيد منها هذوك لي ماس ديكيليبراج اللي كانوا قدامين اصلا، باش يعاود لك دي ماس ليكيليبراج وحدين جداد، باش هو اصلا باش ما يتعذبش في ليكيليبراج، وانت اصلا باش يجيك الحساب مقاد او العبار ديال لاغو مقاد. وحتى الا كان فيها غريس او التراب او غيس او اي حاجه حاصله في الجنطه، خاصها تنقى وتحيد باش تعطي العبار اكزاكت، ما تعذب حتى شي واحد. في هذه المرحله ان شاء الله غادي ندخلوا المعلومات اللي كتعلق بالجنطه اولا بالبنو لاباري، خص لاباري تعرف الجانطة والبنو.
كندخلوا ليها العرض ديال الجانطا، القطر ديال البنو، وكندخلوا المسافة اللي كتكون بين الجانطا والشاسي ديال الطوموبيل حتى هي خاصها تدخل. من بعد ما كندخلوا المعلومات ديال الرويضة، الآن كندوروا العجلة. ملي كدورها الماشين راسها، ملي كنهبطوا الستار كدورها راسها باش كتكونترولي التوازن شحال كاين تما. هنا كتعطينا بأن عندنا خلل ديال 20 غرام من الداخل و 30 غرام من خارج العجلة. هذيك الغرامات اللي كاين عندنا ديال الخلل خصنا نعوضوهم، تنجيبو واحد لي ماس ديكليبغاج كنلصقوهم في الرويضة. هنا بعد ما كنلصقو لي ماس كنعاودو ندورو الرويضة باش كتعطينا لا كوريكسيون. عطاتنا عندنا خلل ديال 20 و 15، هنا تكوريجات واحد شوية، تصحات شوية. غنعاودو نزيدو ماس وحدة أخرى باش تقاد لينا ليكيليبر اللي كاين في الرويضة. خصنا ضروري قبل ما نلصقو ديك لي ماس ديكيليبراج خصنا نحكو البلاصة مزيان ونطويها مزيان باش تتكون اديغي، باش كتشد مزيان وما تطيحش من بعد. ماشي نلصقوها على الغبرة او على التراب او على شي حاجة، خصنا نمسحوها مزيان او نطويها مزيان كما في الصورة الان. وكنلصقو لي ماس باش ما يطيحوش في الطريق او لا. فوالا الماس، هذيك الماس راه كتكون ديجا مكتوب فيها شحال الوزن ديالها. ملي كنلقى 20 غرام ديال الخلل كنمشي نقطع بياسة ديال 20 غرام وكنلصقها. ما تنساوش راه كاينين لي ماس الخاصين بلي جونت ديال الحديد و لي ماس ديكليبراج الخاصين بجونت ديال الالومنيوم، ما خصناش نخلطو بيناتهم. هنا الان كنلقى تنشوف بان عطاتنا 5 15، 5 من الداخل و 15 من برا. يعاود دابا عملية اخرى يزيد ماس باش تعطينا اكزاكت. بعد ما زدناها ماس واحدة اخرى دورنا الرويضة او لا كدورها الماكينة الراسة كتدور حتى كنشوف بان عطاتنا 0-0 ونهاية العملية بنجاح. نشكركم على المتابعة والى اللقاء. شكرا جزيلا.